حالة الإفلاس وصلت مع الفتاح السيسي لمرحلة ومنحنى غير مسبوق، لدرجة إن بدأوا يعلنوا عن بيع الجنسية المصرية بالتقسيط، يعني مش كاش، بالتقسيط دون وضع قيد أو شرط، ومش مشترط عليك انت من اي دولة ايا ما كانت. ايه هي الدولة؟ مش مطلوب منك انك تقول اصلي والله انا من دولة كوالا، فيقول لك لا انت من الدولة ديت فمش هينفع نعطيك الجنسية، لا ينطبق عليك الشروط. لا، المهم ان وانت جاي تجيب معاك ال 250 وعلى الاقل قسط اول. الجنسية المصرية هتباع بالتقسيط. عبد الفتاح السيسي أي حاجة هتيجي في وشه هيبيعها. الموضوع بقى ما بقاش شركات وفنادق ومصانع وأرض مصر، الجنسية المصرية نفسها بتتباع. أرض إذا كان أرض مصر اتباعت، الأرض تيران وصنافير والحتت اللي في خليج العقبة والكلام كل ده بيتباع، هتيجي على الجنسية المصرية. على فكرة زمان لما كنا نخرج نتكلم هنا، يا جماعة عبد الفتاح السيسي هيبيع كل حاجة، يا جماعة والله العظيم هيبيع الجنسية المصرية كمان، مش هيترك شيء. عبد الفتاح السيسي لازم هيترك مصر، هي مصر واسمها مصر وأرض مصر والشعب اسمه المصري، لكن الملاك مش مصريين. هو هيترك مصر بهذا الوضع، وياما كنا بنحذر. يخرج لك الناس يقول لك اسكت انت عميل متآمر تتآمر، نحن نعيش الانجازات. احمد موسى على سبيل المثال كان بيخرج يتكلم كده لما كنا بنقول هيبيعوا الجنسيه المصريه. عيب عليكم تخونوا بلدكم، عيب عليكم تتكلموا عن الناس اللي موجوده النهارده، الناس دي هي اللي حمتكم 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 تاني حمتكم حمتكم حمتكم، وتجري ورا شويه معاتيه مصر مش الجنسيه، بيدي اقامات واحنا هندي اقامات. دلوقتي بقت رسمي فهمي نظمي، والخبر من مواقعهم الالكترونيه التي تدار بجهاز السامسونج. ده رساله سامسونج اتكلم قول كده. فالنهارده بشكل رسمي خلاص بقى معاك $250,000، تعالى يا باشا شيل الجنسيه المصريه. طب والله انا معايا اقساط، سدد على سنه. يعني ايه سدد على سنه؟ يعني مثلا ممكن تدفع لك $20,000-$30,000 كل سنه كل شهر، ويبقى معاك الجنسيه المصريه وتبقى مصري بقى. انت بقى جنسيتك ايه الاصليه؟ اسرائيلي، امريكي، اي كوالالمبوري، ايا كان بقى جنسيتك، خاصه لو انت اسرائيلي تبقى محبذ عند عبد الفتاح السيسي. انت لك الشروط ولك الاولويه. مصر خلاص جابت، هو بيبيع الجنسيه المصريه ليه؟ بيبيع عليه. او الهدف ايه؟ الهدف الاول هو بيجعل مصر بالكامل مرهونه، بالكامل. لا شركات يملكها الشعب، ولا مصانع يملكها الشعب، ولا ارض اصبح يملكها الشعب، ولا بات الشعب بيملك كرامه، ولا يملك قرار، ولا اي شيء. وخلى مصر قد كده عند الخليج، وكل شويه الخلايجه يطلعوا يحطوا عليه. ده وضع مصر دلوقتي مع الفتاح السيسي. ان على الناحيه الثانيه بيبدا يدخل ملاك جدد من كل اتجاه، يعني هو بس حته التورته مش بيخلي واحد بس اللي ياخد ده زي الامارات، لا، السعوديه تدخل تاخد، وقطر تدخل تاخد، والصين تدخل تاخد، حتى اللي معاه جنسيه جديده بقى زي اسرائيلي بقى ولا حاجات من اللي السيسي بيحبهم دول، يقول لك امن ومواطن لسلامه الاسرائيلي، وهو مواطن وسلامه الامن الاسرائيلي جنب جنب جنب، مش هو كان بيقول كده؟ هيجيب لك المواطن الاسرائيلي ده يتجنس يبقى شقيقك المصري، شقيقك مصري مصري، $250,000 بقى. يا سلام بقى لو الموساد الاسرائيلي لعب لعبته وراح شايف له 100 مواطن ولا 200 ولا 2000 هو في اكتر من فلوسهم؟ مفيش اكتر من فلوس، يشوف له 2000 3000 مواطن ويروح خد يا عبد الفتاح يا سيسي وندخل دول الجنسيه. ومين اللي قال لك والد يكون ده شرط؟ يعني اصلا نتنياهو والحكومه الاسرائيليه والاعلام العبري ليه النهار ما بيطلع نتنياهو اللي عنده الان مشاكل مع الـ الاسرائيليين في اراضينا العربيه المحتله. نتنياهو مشغول بعبد الفتاح السيسي ومصير عبد الفتاح السيسي اكتر من شغال نتنياهو بما حدث لنتنياهو. ساره نتنياهو كانت في الكوافير، مرات زوجه نتنياهو كانت في الكوافير، بعض المستوطنين راحوا حوطوها بسبب قضايا فساد زوجها. النهارده نتنياهو ولا ساره نتنياهو مهتمين بعبد الفتاح السيسي. فوارد يكون خطه من خطط اسرائيل، والله يا سيسي قعدنا ندلل على الخليج، وده حصل واديكم شفتوا في الاعلام العبري اعتقد وقناه 12 العبريه تحديدا قالت كلمنا كل الخليج عشان يدوا سيسي فلوس، مفيش اي فايده خالص. فوارد ان يكون اسرائيل قالت له والله احنا عندنا حل اخر نقدر ندخل لك بيه مثلا 2.5 مليار دولار. فقال لهم ازاي؟ ازاي طيب؟ قال والله بيع جنسيتك، بيع جنسيه بلدك، انا بعت لك 1000 مواطن ولا 2000 مواطن ولا حاجه وتديهم الجنسيه ب 2.5 مليار دولار، بقى عندك 2000 3000 مواطن اسرائيلي، بقى مصري شقيق شقيق. وده بسبب انجازات عبد الفتاح السيسي المفرطه. هو عايز دولار باي شكل عشان يسدد القروض، او يسدد قروض، يسدد جزء من 10 اجزاء من فوائد القروض اللي عليه. يعني عمرو اديب احد اعمده التعريض لعبد الفتاح السيسي، عمرو اديب خرج قال لك نصا كده صريحا احنا لغايه شهر 9
عايزين 25 مليار دولار، معناش منهم 25 دولار. عشان كده احنا هنبيع هنبيع هنبيع. ده كان احدث تصريح لعمرو اديب من ساعة قليلة، قال لك هنبيع هنبيع هنبيع. الدولة قالت احنا هنبيع. هتيجي تبيع؟ بيع؟ مدام هتبيع بسعر جيد تاني اهو، لان انت هتبيع هتبيع. ده اعلان من الدولة، الدولة قالت انا هبيع. محدش يجي يقول ايه عمرو بيمهد. لا عمرو ما بيمهدش، هو في بيع هيحصل. ده كان كلام عمرو اديب اهو، اللي هو احد اعمدة التعريض. طيب نبيع ايه؟ بيع بقى مصانع وشركات واراضي وجنسية مصرية، علشان السيسي يلاقي حوالين منه 1000 ولا 2000 ولا 3000 من الموساد الاسرائيلي موجودين في مصر. هم كده كده موجودين اصلا، وكده كده هم اللي بيحموا السيسي والكلام ده كله احنا مقتنعين، بس موجودين. مواطن مصري بقى له حقوق، له حقوق، له حقوق عليك. ده غير بقى اللي طبعا الاماراتيين، واعتقد مع احترامي الكامل طبعا، يعني الامارات كجنسية للاسف الشديد هي اقوى من الجنسية المصرية. السعودية كباسبور مصري السعودي اقوى من الباسبور المصري بكتير جدا، والباسبور الاماراتي والقطري والكويتي. فما اعتقدش ان في حد من الخليج محتاج ان يشتري الجنسية المصرية، ما اعتقدش. مين اللي عايز يشتري؟ اللي عنده احلام توسعية من دجلة، من دجلة والفرات الى نهر النيل، اللي عنده الاحلام التوسعية هو اللي هيدخل يشتري. وهو اللي اقترح، كان اقتراح اسرائيل على فتاح السيسي. ما فيش قدامك بعت عارض 67 شركة وفندق للبيع، ما فيش شركة ولا فندق واحد منهم اتباع بسبب ان مطلوب منك تعوم الجنيه اكتر واكتر. طب وتظهر حقائق الشركات دي عليها ديون ولا لا الاول قبل ما تبيع. فما فيش حد عايز يشتري منه حاجة خالص من عبد الفتاح السيسي. ده كلامي؟ ده كلام عمرو اديب بقى. ده علشان الوهم، هو ما فيش مشترين كتير في الدنيا، الدنيا صعبة بره. يعني مش عايز تاخدكوا انه هيشتروا البلد، لا محدش فضيلك قوي عشان يشتري البلد. يعني الناس كلها لديها سمك اخر تقليد، او مفيش حد عايز يشتري، وهو عايز فلوس وعايز دولارات. فيجيب الدولارات منين؟ يجيب الدولارات منين؟ برافو عليك. طب شوف لي يا ابني اي، قعد مع عباس كامل وقال له شوف لي يا عباس كده اي حاجه نبيعها. قال له يا فندم عرضنا شركات وعرضنا كل ارض مصر والشعب المصري، حتى بيتباع جمله وقطاعي واعضاء والحوارات اللي احنا كلنا عارفينها دي. قال ما فيش حد عايز يشتري يا عباس خالص. قال له يا فندم في اقتراح كده جالي من صديقنا رئيس الموساد. قال له ايه يا عباس؟ قال له نبيع في الجنسيه المصريه يا فندم. قال لك بتجيب مبلغ والكلام ده كله ب 250 الف دولار سعر الجنسيه المصريه، مش بطال برضه يا فندم. طب الخلايجه كده كده مش محتاجين الجنسيه، اللي هم اشقائنا واخواتنا وحبايبنا مش محتاجين الجنسيه المصريه. مين اللي هيحتاجها؟ اللي عنده احلام توسعيه يا اسرائيل. هتلاقي بكره كده 10 20 الف مواطن اسرائيلي بقوا مصريين. ده وبالتقسيط، ده جنسيه مصريه وبالتقسيط. مش زي المخبر احمد موسى لما كان بينكر الواقع ويقول لك ما في، ما حصلش، مش هنبيع، السنتكم ومش السنتكم. ده المخبر احمد موسى. واللي عايز يسال سؤال يوريني. ابو العريف وام العريفه وابو 44 وابو 77 وابو لسان وام كده، يعني جاي تقول لي بيع؟ مين دول؟ مش الجنسيه بيدي اقامات، واحنا هندي اقامات. الكلام ده اهو، ده كلامهم دلوقتي حاليا. خبر اهو من ده، مش خبر ده، من خبر ده من الصحف بتاعتهم، من الصحف بتاعتهم. قال لك خلاص انا هنبيع. طب هنعمل، هنبيع تنزل المره دي عادي جدا، زي ما قال لك اصبر سنه واتنين وبتنزل كتير تنزل المره. هو ده اول مره احمد موسى يطلع كذاب، ما هو عارف نفسه كذاب من زمان، فطبيعي جدا بقى خلاص مفيش اي مشكله. بيع يا ابني الجنسيه المصريه. قلت لكم السيسي مش هيقابل حاجه في وشه في مصر الا وهيبيعها، هيبيع كل شيء علشان هو بقى فقط لا غير. هو بيحاول يبقى اكبر فتره ممكنه، ايا كانت ايا كانت الوسائل وايا كانت الفاتوره اللي هتدفع، ما عندوش مشكله فيه. واخرهم وليس اخر الفواتير اللي هتدفع الجنسيه المصريه. لسه في حاجات كتير جدا هيدفع ثمنها، في حاجات كتير جدا لسه الشعب المصري ما فاقش، لسه كتير على الشعب المصري. سلام عليكم.